dans cette force et la possibilité de travailler dans ce sens. Comment retourner vers Allah Azzawajal avec un cœur salim, un cœur sain, un cœur que Allah il aime. فقال الله إياكم في خير دار اللهم إنا سبحانه توجه إليك ونحن الآن واقفين بين يديك ربنا هذا حولنا لا يخفى عليك اللهم استحال أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استحال أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كلنا وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلنا وليا ونصيرا وليا ومعينا اللهم كل جميع إخواننا في كل مكان اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعيب وعورة وخطيئة اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أرحم بفضلك جميع موتى المسلمين اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا واموات المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا وفقنا واخواننا واخواتنا الحاضرين منهم خاصه والغائبين لاصلاح النفوس واصلاح القلوب والتوجه والتوجيه الصحيح في هذه الحياه اللهم فهمنا كما فهمت سليمان اللهم فهمنا كما فهمت سليمان بفضلك ومنك علينا يا رحمن الدنيا والآخرة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين